السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ووفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا أخ سيد. إبراهيم مصطفى دربالة، بارك الله فيك يا أخي إبراهيم ابن مصطفى ابن دربالة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. إزي حضرتك؟ الحمد لله، تفضل. كان عندي سؤال بس. أنا في عندنا في مسجد صغير كده، هو متوارث عندنا يعني من أيام والد جدي. إيه. بنخدم فيه، مسجد صغير خالص يعني يتسع لعشرة أو 12 فرد. نعم. وبنصلي فيه الجمعة، بيبقى طبعا بنفرش خارج المسجد يعني. نعم. بقالنا سنين على النظام دوت، وكل أحفاد ده يعني زي ما حد بتزوج بيجي غيره، وأنا آخر واحد وبقال لي فترة كبيرة جدا وتزوجت، ودلوقتي يعني الموضوع مسبب لي مشكلة. إيه المشكلة؟ مفيش حد. ايه؟ ما المشكلة؟ المشكلة اني يعني عايز احضر خطب في مساجد تانية مع بعض يعني مشايخ فضلاء زي حضرتك كده. طيب وعملنا مشكلة برضو لان انا متزوجت فبعيدة عن المكان. لا فهمني يعني في مسجد صغير انت كنت اماما له؟ لا مش امام، انا بس بفرش لصلاة الجمعة، والخطيب يعني على قد يعني علمه على قد. طيب عفوا، في ناس تصلي خارج المسجد؟ طيب وانت تريد تصلي في مسجد اخر ومقيد بالمسجد؟ تمام. 50 جنيه لاي عامل يقوم مقامك. بس هو دلوقتي الـ الـ يعني عمي الكبير هو اللي مسؤول، فما قلت له ان انا عايز يعني اسيب الموضوع دوت، قال لي المسجد هيقفل وانت هتشيل الوزر. ولا وزر ولا حاجة، انت تجيب واحد مكانك بخمسين جنيه يا اخي يقوم لك بالغرض. هو مش عارف يعني، مش هو مفيش حد عارف. ما تعقدليش الامور، الله يرضى عليك. انا قلت لك اللي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبارك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. إنا أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ أنا مطلق
سلاح جديد يعني، ومخصص للشارب. أم وأبويا رافضين ذلك يعني، فيقولوا لي أحلق أحلق أحلق. لا تحلق، إنما الطاعة في المعروف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. بارك الله فيك. أسمعش كلام أبويا. في المعروف. آه. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا إبراهيم ابن موسى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. معلش حضرتك، بس في حديث أنا مش فاهمه. تفضل. ماشي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. تمام؟ أيه. ماشي. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ هو أنا بس مش فاهم هم ليه ذكروا عمل، وهو المفروض الكلام هنا عن الأيام، ليه ما استفهموش عن أيام مثلا؟ لا، هم يسألوا عن الأعمال. ما من أيام العمل الصالح فيهن، العمل الصالح، يقولون العمل الصالح ده يا رسول الله أفضل، حتى أفضل من الجهاد. قال: أفضل من الجهاد. فلازم نحمل العمل الصالح على عمل معين من العمل الصالح أجله وأعظمه، هنا ذكر الله. بارك الله فيك يا أخ حسن ابن علي ابن حمودة. بارك الله فيك. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العطاوي. نعم. والله حقا يا شيخ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. إلهي ما هذا؟ الشيخ مصطفى العطاوي الذات نفسه بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك. مرني. يعني هي بتقول: لو هديناه النجدين. النجدين اللي هو الطريقين. الأم. نعم. لا لا لا، هديناه دللناه على النجدين، طريق الخير وطريق الشر. هديناه النجدين، بينا له الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. تمام. هو إن هديناه السبيل، دللناه على طريق، إما شاكرا وإما كفورا. نعم. الله يكرمك وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك إن شاء الله؟ بخير الحمد لله بخير. أنا معك أبو خالد من سوريا، مقيم في السعودية. يا مرحبا يا أبو خالد، اتفضل. الله يبارك فيك طول عمرك. أنا والله بس حبيت هيك أسلم عليك وأسمع صوتك. نشكرك يا أبا خالد، جزاك الله خيرا يا أبا خالد. أنا من متابعينك باللقاء الفتاوى والصفحة. الله يستر علينا وعليك. من زياراتك للسعودية أنه أحضر بشوفتك ولقائك الله يكرمك طول. إن شاء الله نلتقي على خير بإذنك يا رب. الله يكرمك بارك فيك، لا تنسانا من دعواتك نحن والأولاد. وأنت كذلك، يسر الله أمرك. الله يكرمك طول عمرك بارك فيك. وياكم وياك. تفضل. حياك الله. فمان الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا رب. عندي سؤالين. تفضل. بنفرش مسجد عندنا ومختلفين، نحط فوم تحت السجاد ولا بلاش؟ ضع فوم تحت السجاد. بس يعني ما فيش نهي عن الصلاة على السفنج يعني؟ لا، مش سفنج، هو سفنج يعني متر ده كلها 10 سنتي. هو في سنتي وفي اثنين وفي ثلاثة في التخانات يعني. خلينا حلوين وسط، ما في عليك مشكلة. يعني 2 سنتي ما فيش مشكلة. لا، ما في مشكلة إن شاء الله. سؤال الثاني إن شاء الله. إن شاء الله. ممكن واحد يستلف من صديقه مثلا عشان يجيبه تحية ولا بلاش سلف؟ لا لا، يقترض أفضل. ما يستلفش من حد يعني. الله يكرمك. طيب بارك الله فيك. شكرا. وفيك الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. كان سؤالي يا شيخ بالنسبة كان الطلاق المعلق على شرط بالنسبة لغرض التهديد. أنا قلت لها لو رحت من غير كفارة يمين. كفارة يمين. كفارة يمين. طب يا شيخ الكفارة اليمين لو اتكررت، لو هي راحت بعد كده على طول على طول كل مرة فيها كفارة؟ لا لا، مرة واحدة فقط. الله يحفظك. وياكم. كثير
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. أحسن الله إليك شيخنا. عندي سؤال في حديث حاجة موسى آدم عندما قال له أتلومني على أمر كتبه الله علي. فهل يعني الواحد يفهم من هذا أن إذا أحد الناس لا يحتج على المعصية فيما هو بالقدر فيما هو آت، أما الذي مضى يمكن هذا أن تقول هذا قدر الله ما شاء فالأمر انتهى، لكن لا تعصي غدا وتقول الله كتب عليه كما قال أهل الشرك، إذ الله قال وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا نطعم من لو يشاء الله أطعمه. فيما هو مضى قدر الله ما شاء فعل انتهى، فيما هو لا تحتج بالقدر على المعاصي. وأعطاك الله العافية يا أخت أمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل. اتفضل. الله يحفظك. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. السؤال الأول، كان في أخ في مكة، هو موجود الآن في مكة ويريد أن يعتمر فقط، هل يجوز أن يعتمر يعمل عمرة بس؟ يريد أن يعتمر فقط؟ نعم، يعني لن يحج. هو من أهل مكة؟ لا لا، هو مقيم، بس هو مصري مقيم في مكة. يعني ما نوى حجا؟ أعتقد أنه نوى الحج. ممكن كيف؟ يكون كيف حج أعتقد الله. لا تلخبط. لا يسأل سؤال دقيق يا حبيبي. إذا كان ثم شخص من أهل مكة يجوز لأهل مكة أن يعتمروا، لكن نسأل سؤالك الخاص بدقة. نعم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. عايز اسألك سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل. في شاب عايز يتجوز من بنت نصرانية. نعم. هو بيقول ان هو حلال، فأنا عايزك تديله نصيحة يا شيخ، أو يعني عايز رأيك في الموضوع. هو حلال، نعم حلال. اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا المحل إذا كانت عفيفة. أما إذا كانت متبرجة ويعني ليست بذات دين، فطبعا تعرف حديث الرسول اصفر بذات الدين تربت يداك، لكن الزواج بها حلال. مش لابس حجاب؟ لا، اذا كنت مش لابس حجاب يعني حتى اذا كنت مسلم ومش لابس حجاب نقول له لا تتزوج اذا كنت صالحا. نصيحتك انه لا، صح شيخ؟ ها؟ نصيحتك انه لا. يا احمد شوية شاي، احمد من الخشن اضعها. اين الشاي؟ ها؟ بقول لك نصيحتك لي ايه؟ نصيحتي اصفر بذات الدين. بسم الله. شكرا شيخ مصطفى. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام. كحل العين للرجل. الظاهر والله أعلم، طبعا هل الرسول كان يكتحل؟ لم يثبت أن الرسول كان يكتحل، هذه للمعلومية، يعني قد تخفى على بعض الناس. الشيء الثاني، إذا كان سيتشبه بالنساء فلا، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. زي ما يا أحمد خفيفة يا عم أحمد، بس شكرا جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحديث العام، أنت بخير وأنت طيب، الله يستر عليك. ربنا يعيد عليك الصحة والسلامة يا رب، يبارك في عمرك يا رب. وإياك. تفضل. الله يعزك. معلش شيخ في عوجان، يعني شيخنا بيجي عندي أختي يعني على أخلاق وأدب وربنا يبارك فيها، صراحة يعني ملتزمة كل شيء، يعني طاعتها لزوجها ولبيتها ولأولادها. لكن يا شيخي مشكلتها مثلا زوجها لو أهانها بالأهل أو أهانها مثلا إهانة شخصية أو اشتدى عليها حتى بالضرب أو الإهانة، صراحة بترد عليه يا شيخ، بترد عليه يعني مثلا تقول لي ما ينفعش كده، أنت مش مؤدب، ده غلط الكلام ده.
فشيخ كل ما تيجي يعني انا بحاول اتغاضى واحاول عشان اولادها وبيتها ما يتخربش, وهو شخص يعني لاجل الامانه وشخص محترم. طيب احترم لماذا يسب اباها؟ لا يعني انا نفكر لك يا شيخ ان هو في بيتي في ادب, لكن الشيخ بيحصل منه لا يعني واحد محترم. نعم. انت جالس تثنى على الناس سنة غير محله يا شيخ, انت تثنى عليهما سنة في غير محله. انت تقول شخص محترم وترجع تقول له بيشتمها يسب يشتم اباها. لا يا شيخ ما نقصد حدد السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيما صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغير زيادة زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. أحسنت. سيدنا حضرتك في تجار الغنم في قريتنا عندهم معاملة عايزين يسأل حضرتك عليه. سأل. هم بيروحوا يشتروا مثلا النهاردة خروف. الخروف ده بيسألوه على إيه؟ على مثلا كيلو ب170 جنيه. ما سيدنا يخلصوا في ثمنه بس ياخدوه يوم العيد وزنا, يعني بيخلصوا في سعر الكيلو نفس. انت عارف حضرتك النفس يعني هو صاحي, يعني الخروف هو صاحي. ما سيدنا ايوه عارف اعرف كلامك. البيع لم يتم. طيب سيدنا هم يخلصوا بيروح يخلصوا في الكيلو النفس. البيع لم يتم. الجدي او الخروف البيع لم يتم. البيع لم يتم. يعني ده كده لا يجوز. ما تمش البيع لان في مازال في بيديهم فلوس بس عدريس الوزن ما خدوش. الوزن نقول عشان خاطر ما ينقص ولا يقل ولا كذا. هل دي كده معامله صحيحه ولا غير صحيحه؟ لا فيها نظر. البيع لم يتم على التحليل. عايز تختلف الا ولا اقول لا لا البيع البيع لم يتم. حسين مام يقطع من الان. هب ان الخروف مات على 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 الرجل اللي اشترى على التاجر. على التاجر. على التاجر. ايوه. البائع ولا المشتري؟ على المشتري اللي هو التاجر اللي واخده من عند الناس اللي متربي دي وهو بياخد بيشتري منهم بس بياخد يوم العيد عشان بيغير بيقول حاجه اسمها دمال شمس بيجيل الوزن لو اتنقل من مكان لمكان بس بيوزنوه يوم العيد يوم اللي قبل يوم العيد. لم يتم. شوف يا اخي يا اخي اسمع, من اركان البيع معرفه السلعه وتعيين السلعه وتعيين الضريره. يا الله رجاء يا اخي اصبر علي لوجه الله. حاضر. من شروط البيع معرفة السلعة وتملكها ومعرفة ثمن البيع. بكام السلعة؟ أنا أريد أشتري منك هذه. أنت علقتني ممكن لأجل هذا يجي يوم العيد يكون مثلا 500 كيلو, ممكن يجي 400 كيلو. أنا فلوسي لا تسمح لي بشراء 500 كيلو. ممكن يجي يوم العيد يسقون ماء مملحا يحصل الاختلاف ما مملح ما يسقوه يطعموه ملح مع الاكل حتى يشرب مية كثير ينتفخ. هي زي الجماع البعير. هل بيعملوه كده الان؟ لازم البيع لا يتم. لا يجوز بهذه المعامله. لا يجوز بهذه المعامله قاصره معامله قاصره. نسالك الدعاء سيدي. وفقك الله. ونصيحه للجزارين ونصيحه للمضحين. احيانا الجزار الجاهل الفظ الغليظ يعرقب البهيمة يوم ذبحها, يعني العجل ضخم وكبير لا يستطيع أن يذبحه بالسهولة يكسر أرجله وهو حي ومع ذلك يسقط يبدأ يدعو. هذا لا يجوز. أولا فضلا عن الرحمة المنزوعة, وإذا النبي يقول إذا قتلتم فاحصنوا القتلة, فضلا عن ذلك النبي نهى عن التضحية بالعرجاء البين وعرجوها وهذه أصبحت عرجاء بل مكسورة. انتبهوا يا إخوة مضحين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حالي طيب ولله الحمد. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول, لو في حد متعود على طول إن هو يضحي كل سنة بس السنة دي مش حالته ما تسمحش ان هو يضحي يعني, فهو عايز بس يخص ناس معينة اللي هو عارف قد حالهم وكده يديهم فلوس, فهل هذا يجوز؟ اي لكن ليست اضحية. ايه؟ يعني سيعطيهم اموالا بدلا من الفلوس بدلا من الاضحية عفوا. ايوه. ليست اضحية. الاضحية ليست واجبة على العموم.
الأضحية مستحبة وليست واجبة، فإذا أوسرت فلا إثم عليك وحتى إن كنت موسرا. قال أبو مسعود البدري من الصحابة الموسرين: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس وجوبها. وقال أبو سريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. يا يامن، فصلنا في الحج المفرد وأنواع الأنساك في محاضرات على الفيز، مع الفيز يا عبد الرحمن، ولا نخلت على اليوتيوب على الفيز، ستة محاضرات ممكن ترجع لها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك، عامل ايه؟ طيب والحمد لله. يا رب دايما يا شيخ، يا رب دايما يا شيخ. انا بحب حضرتك جدا يا شيخ والله. احبك الله الذي احببتنا فيه. ربنا يخليك يا شيخ. بعد اذن حضرتك بس انا عندي سؤالين بعد اذنك يا شيخ. اسال. اول سؤال هو نصيحه لواحد صاحبي، تمام، شغال في التمثيل وكده وبيطلع في مسلسلات وكلام زي كده وبيمثل بيرقص، هو اصلا يعني دوره في المسلسل او في اي فيلم بيرقص فيه، اللي هو مسرح بيرقص فيه وبيشيل بنات وكلام زي كده ويعني وحاجات زي كده. صاحبك صاحبك صاحبك؟ لا يعني مش صاحبي صاحبي، يعني هو يعني صديق واحد صديقي يعني. بئس الصديق. وبيقول ان الفلوس دي حلال، واللي هو سمع الشيخ الشعراوي قبل كده بيقول ان التمثيل حلال ما فيهوش مشكله. يعني ترقص انت راجل ترضى ترقص تاخد فلوس؟ بيرقص. انت انت بيرقص. انت لا 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 طبعا لا. طب خلاص افتيه، قل له لا لا لا. صاحبك ازاي؟ احنا كنا صاحب واحد رقاص يا اخي. المرء على دين خليل يا اخي. المرء الصاحب صاحب كما يقولون، المرء على دين خليل، وان كان سند ضعيف لكن معناه ثابت. تمام يا شيخ. طب ننصحه طيب نقطه ايه مثلا؟ ننصحه بايه يا اخي؟ اللي كل دي بتاع الحرام. في قائل يقول: لا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. واحد يقول لك يعني الشمس مش طايه، يقول لك ما الشمس موجودة، يقول لك النهار هات لي دليل النهار طلع. هل هتقول له يعني؟ تمام. طب بعدين حضرتك السؤال الثاني. اسمع شوف، اسأل أسئلة عقل يا حبيبي، ولا تروح ترقص معه تبقى مشكله ثانيه. انتبه. لا طبعا. نشتغل. ربنا يخليك. لو انا دلوقتي مثلا بعمل حاجه حرام وما كنتش اعرف اللي هي حرام، ربنا هيحاسبني عليها؟ كنت جاهلا؟ جاهل. انا مش عارف. ما انا هسالك سؤال يعني الحاجه الحرام، في حرام الصغير يعرفه، الصغير الطفل، القطه تعرفه، السرقه القطة لما تصلك منك سمكة بتجري، لكن إذا رميت لها سمكة وهي جنبك بتاكلها مطمئنة، فالعزمات عارفة إن دي حرام. فأنت في مسلمات معروفة، أشياء معروفة إنها مسلمات حرام، وفي أشياء ملتبسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن أي الأنواع هذه المشكلة التي تتكلم فيها أنت؟ يعني ماسك مشرط ويسرق قول لي مش عارف أنه حرام؟ مبيعها يعني مثلا جرابات مثلا عليها صور ناس وكده، انا كنت اعرف ان صور الناس اللي خلاص معلش بعد كده اللي يعرف انه حرام يسيبه. الله يكرمك. تمام يا شيخ. طب بعدين حضرتك شيخنا، لو انا دلوقتي مثلا في قدامي كذا شيخ وكذا واحد بيقول نفس يعني هذا من قائمة عفش احمد، ردوها اليه. السلام عليكم. السلام عليكم. حجي عبد الرحمن اخيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل ايه يا شيخ؟ طيب الحمد لله. يا شيخ انا خريج جامعة دلوقتي، ف سايب دجني ومخفف شنبي، دلوقتي رايح الجيش. سايب دجنك ومخفف شنبك، وبعدين؟
رايح الجيش بعد شهرين. مضطر يا حبيبي، الجيش اجارك الله من من كل مكروه مسؤول. الجيش سيجبرك، سيجبرك على حلق اللحية. يعني سامحني ربنا؟ ايه سامحني يعني؟ ان شاء الله ربي كريم. ربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يعني ليس له اثم. ليس عليه اثم اذا كان مضطرا. شكرا. الشيخ مصطفى الجهري يقول اخوك احمد مسامح على الكوب والطبق. قلت له هو ليس حق احمد وليس من حقه ان يسامح. يقول لك مكتوب في قائمه يا شيخ مصطفى، انت راجل تفهم. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. اتفضل. يا مرحبا. يا مرحبا بك يا مسهلا. الله يكرمك. سؤالين بعد اذنك يا مولانا. سل. السؤال الاولاني. الاول مش الاولاني. الاول بحكم ايه. من يقول بذبح الاضحية بغير بهيمة الانعام. ايه. تدل على ذلك بقول ابن حزم وابن عباس وبلال. باطل باطل باطل. ابن عباس ما قالش كده. ابن ده اورده اثرا تالف الاسناد فيه ان مؤذنا ضحى بمؤذن. مؤذنا ضحى، يقولون بلال ضحى بديك، اسناده تالف. طيب وقول ابن عباس انه ارسل بدرهمين يشتري لحما وقال هذه اضحيتي. لا 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 ما اعرف والله، اول مرة اسمعه. طيب سؤال اخر بعد اذن. حكم دخول بعض الدهون الخنزير في أدوية بحكم فقه الاستحالة. أنصحك بالبعد عنها. طب وفقه الاستحالة إلا إذا لا كلام الاستحالة ده لا في تفصيل واسع. في نعم. تفصيل واسع يعني. إنما البعد أولى. البعد أولى. وإن كان الإنسولين يدخل من إن كانت ضرورة. شوف يا أخي أنت تعرف إن اسمر علي. تفضل. أنت تعرف أن المضطر يجوز له أكل الخنزير أو لا يجوز؟ نعم يجوز. أكل إيه؟ أكل ماذا؟ الخنزير. وأكل الميتة. نعم. وأكل الدم، شرب الدم يجوز ولا ما يجوز؟ بس. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ضرورات لا أحكامها. إيمان بنت حسين نشكرك على تكبيرك لربك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك مصطفى؟ الحمد لله. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما شيخ كان في حد عامل يعني اشترى ضحية يعني، فكان طلع سله صغير فراح باعها واشترى يعني اشترى ضحية سله اكبر، فاللي اشتراها المرة السريع سعرها اقل، فهل عليه شيء؟ هو كان نذر او ليس بنذرين؟ هو كان يعني مش نذر، هو كان جايب ضحية عليه يعني. حبيبي صلى الله على رسول الله. يعني هو كان نذر ان يذبح شيئا معينا في الأضحية ولا ما نذر؟ لا ما نذر. ما نذر، الامر فيه سعة، ولكن نحب له ان يختار الافضل. ما هو اشترى الاول ليجي سله صغير. ايوه بدلها بواحده اكبر سنا فيها الشروط لكن سنها رخيص، هذه الاحسن. ما في مشكله، هذا الزم لزاماً. يعني ليس عليه شيء يعني؟ لا لا لا، هو تختار الأفضل، لكن قدر ربنا أن كان الأفضل سعره أرخص، ما عليه مشكلة. ماشي بالشيخ. الله يسلمك. بارك الله فيك يا ياسر بن عسل. قل بقال سنين أعاني من سحر تعطيل. ما معنى سحر التعطيل هذا الذي تتكلمون به؟ وما هم بضارين به مشين إلا بإذن الله. سفلي وعلو وتعطيل وسحر عاشق وجن وعفريت عشق والكلام ده كله ما عدنا على عهد الصحابة رضي الله عنه. سمعت عبد الرحمن فيما قرأت أنت من كتب إن كان في صحابي عشق لعفريتة أو عفريت عشق لصحابية؟ لا ما سمعت، الناس بتخرف بس. يقول فالشيخ خلانا نكتب صورة الجن على ورقة ولفتها في حاجة وحطتها جوا هدومي، ولا ينفعك بحاجة للورقة ولا شيء، هذه تخاريف يا بنية. هل ينفع أدخل بها الحمام؟
احرقيها. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. ده ليست اسباب يا اختي، اتفضل. اهلا وسهلا. الحمد لله. انا كنت كلمت حضرتك بخصوص قبل كده التقابض في موضوع الذهب، ان الصاغه بيجيبوا مثلا السبائك بالطلب، فقلت لي وكل السائر. انا ما اعرف، قلت لي وقلت لك ده من زمن. سؤالك الان اساله مباشر، اسال سؤالك الان مباشر. انا عملتها لقيتها هي بالظبط، يعني انا بقول يا حبيبي انا بس عفوا اطرح سؤالك الان حتى يستفيد اخوانك، كانك لم تقل شيئا من قبل. انا دلوقتي لما بروح اشتري مثلا سبيكه من السايخ، ايوه، السبيكه دي بيجيبوها بالطلب، فهو بيربط معايا بالسعر الحالي، ومثلا بعد اسبوع بيجيبها لي وهو، وفي نفس الوقت بيقوم متصل بالشركه. لا يجوز. ايوه، ما انا قلت له بقى، انا كلمت حضرتك قبل كده وقلت لي وكله. التوكيل، انا قلت لك، انا قلت لك لا اعرفك ولا تعرفني، قلت لك الان يا حبيبي بالله خذ فلوسها من 50,000 ريال اشتري بهم سبيكتين ذهب، انت وكل عني ولك على كل سبيكه تجيبها 1,000 ريال كمثال. ايوه انت كنت بقى في ارض الواقع، مش هو اللي بيحكي. انا بكلمك، انا اكلمك اطرح السؤال واجسده. قلت لك تعال يا مسعود اشتري لي سبيكتين ذهب ولك على السبيكه 100 جنيه 1000 ريال، حلال ولا حرام؟ نعم حلال ولا حرام؟ انا موكلك الان وقلت لك خذ اذهب للقاهرة اشتري لي سبيكتين ذهب وتعال ولك على السبيكة 1000 ريال، حلال ولا حرام؟ أقول لك حرام ليه؟ أقول لحضرتك حرام ليه؟ حرام ليه؟ أقول لحضرتك لأن هو نفسه لما بيجي يشتري ما بيشتريش بتقابض، بيشتري برضو من الشركة الأم بنفس الطريقة. لا يجوز. كلامك غلط، غلط غلط. أن الناس تشتغل الآن في السبيكة تشتري سبيكة في الحال، تدفع وتاخذ في الحال. هم يضحكون عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يحفظك، كان في سؤال تاني وانا كنت بكلم حضرتك من شوية. اتفضل. الله يحفظك. لينا واحد قريبنا يعني من العيلة، كان هو كان موظف في الحكومة وعمل مشكلة، اختلف أموال وسجن، فاجتمعت العيلة وقالوا نجمع فلوس ونسد المبلغ اللي اختلسه ونخرجه من السجن، هل هذا جائز؟ من حد الجهاز جائز. يجوز ان احنا نعمل كده، هو يعني شخص غير مستقيم، يعني هو له في السكه كبيره. لا يعني اذا كان هينصب مره ثانيه خلاص ابتعدوا، لكن تسالنا عن ناحيه الجواز جائز. جائز ان انا اساعده يعني مثلا جائز يا حبيبي، من ناحيه الجواز جائز، مش واجب، جائز. مرحبا يا شيخ هاني المنشاوي، بشر يا شيخ هاني. كيف الأحوال في مكة المكرمة؟ ولا تسرف ولا تشطط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. امبارح سألت حضرتك سؤال بس الخط قطع، إن عمي شغال في شركة بتركب كاميرات وإنذارات. عمك يعمل في شركة تركب كاميرات وإنذارات. الشركة دي تتركب لشركات كتير وبنوك، وعمي ماسك البنوك. تركب لشركات كثيرة ولبنوك. وعمي اللي بيركب الكاميرات للبنوك والإنذارات. وعمك يركب الكاميرات للبنوك والإنذارات، وبعد؟ وأنا هشتغل معاه، فالشغلانة دي حلال ولا حلال؟ البنوك، البنوك بما بما فيها، لكن لا نحب أن تسرق البنوك لأن فيها أموال الناس أيضا. يعني الشغلانة حلال؟ نعم. بارك الله فيك يا ام معاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اولان. نعم. السؤال بعد اذنك. اتفضل. هل يجوز الدعاء بصفه الله او الاستعانه؟ وعزتك لا غنى بي عن بركتك، قاله ايوب عليه السلام لما خر عليه جراد من ذهب، فطاف ملأ أندريني وطفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. إذن يجوز الدعاء بصفة الله؟ قلت لك وعزتك
قال وعزتك أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يعني الإجابة يجوز. يجوز أنت أيوة. قل مثلا أسألك بوجهك الكريم. يعني إذا ليست بشرك الدعاء بصفة الله. شرك ما أنت ليست بشرك. ليست بشرك. حاضر. إيه تاني؟ لا لا يعني لأن الدليل أعوذ بعزة الله وقدرته. طيب ما عزة الله وقدرته إيه المشكلة؟ اي انا سمعت مولانا يعني قول لاحد العلماء في قولها ان هي شرك يعني الدعاء بصفه الله شرك عشان كده بسال لكن ردا على دعاء اخر بقول من قال يا رحمه الله انزلي او حاجه زي كده ده مساله ثانيه يمكن هو يقصد شيء ثاني وانت مش فاهم لكن انا ذكرت لك الدليل انت فهمت الدليل نعم والمساله الثانيه اللي هي رحمه الله هذا عارف ايه الجماعة مش عارف ما هذا الذي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى الحمد لله الحمد لله ربنا يجيبك يا رب من علمه يا رب وياك من رب الله وياكم بعد اذن حضرتك في واحدة اختي يعني كانت سألاني فهي زوجها قال لها انت طارق دي مرة قال لها في عصبية انت طارق وفي مرة اخرى كان هو واخد اشياء يعني مش كويسة متعاطي اشياء مش كويسة فقال لها برضو مرة تانية انت طارق كان سكران يعني ولا ايه بس يعني لا يعني ما في يعني سكران لا يقع وعلى الخلاف يعني بس نختار عدم الوقوع في عقله يقع تمام وفي مرة تالتة قال لها أنت طالق وأقصد الطلاق وليس التهديد إذا أحد من أقربك دخل البيت وبعدها في حد دخل البيت خلاص هو يقصد الطلاق الطلاق واقع والأولى وقع والثانية إذا كان سكران لا يقع في عقله يقع تمام وهو فضيلة الشيخ هي بتقول لي هو بيضربها ضرب مبرح يعني ماشي. وبيطلب أحيانا نقط محرمة ماشي فهي دلوقتي هي طالبة الطلاق بقالها سنتين هي في مكان وهو في مكان وهي طالبة الطلاق عن طريق المحكمة وهو مش راضي يطلق فهو بيقول لها انت ملعونة دلوقتي ان انت لا مش ملعونة بس هنا فيها ممكن تختلع لكن هي شحيحة بالفلوس ايوه بالظبط هي محتاجة الفلوس ايوه فهي دلوقتي يقع عليها وزر من ان هي يعني في مكان وهو في مكان وان هي رفع قضية طلاق للضرر والمحكمة تنظرها ليس عليها وزر الآن المحكمة نظرت وقالت ان الطلاق لا يقع اخلى الطلاق لا يقع خلاص ترجع له او تختلع ترجع له او تختلع ايوه نعم تمام شكرا شكرا الله يكرمك بارك الله فيك يا ايمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم ما سمعتش يا شيخ عندي سؤال ما السؤال لو انا مثلا عايز اصلي الظهر ومحدش موجود معايا في البيت وابني عمال يعيط وانا مضطره اشيله بس الحفاضه بتاعته مثلا بيها نجاسه هل هذا يجوز النجاسه ستنتقل الى ملابسك ولا الحفاضه محكمه لا الحفاضه محكمه ونظيفه يعني مش مسربه ولا حاجه والله الصلاه جايزه لكن ما تجلسيش تشم ريحه قذره وانت بتصلي غيري له نظفيه وصلي السلام ما ادري ما هذا المشروب يا عبد الرحمن لا اعرف له طعما ولا لون ولا رائحه السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مولانا اتفضل كنت سمعت فيديو مولانا للشيخ ابن عثيمين عن زياره القبور للنساء راح كبار الذنوب هذا الراي للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه وهو من علماء المسلمين هو رأي فريق من الحنابلة كبير من المعاصرين ويقولون والشيخ ابن عثيمين خاصة يقول إن زيارة النساء للقبور كبيرة من أكبر الكبائر ولا نوافقه أبدا على هذا الرأي بل زيارة النساء للقبور جائزة وقد تصل إلى الاستحباب إذا اتقيت الفتنة وحصلت الموعظة أما الأدلة لأن الله قال إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
أما أدلة المجوزين فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تبكي عند قبر قال اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر، أخرجه البخاري. ثانيا في مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال قولي السلام على أهل دياري من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن كان في السنة بعض الإشكالات الخفيفة. ثالثا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك قالت إن الرسول قد رخص لنا في ذلك. هذه أدلة المجوزين، وهم جمهور العلماء، أعني أكثر العلماء. أما ما حجة الشيخ محمد رحمه الله لما قال إنها من أكبر الكبائر، احتج للأسف بحديث ضعيف، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي يعني المقابر؟ قالت لا. قال لو بلغتيها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. نعم. والشيخ لم يحرر سنده، ولو حرر السند لوجده ضعيف. الثاني استدل نعم. بحديث لعن الله زوارات القبور، وهذا الحديث في سنده رجل لا يحتمل هذا المتن، وحمله الجمهور على المكثرين من الزيارات المصاحبين للزيارة بالبدعة، وفريق منهم قال منسوخ، لكن التحرير الأدق أن سنده لا يتحمل، في سنده رجل لا يتحمل هذا المتن، سنده رجل مختلف فيه بين توثيق وتضعيف. ومما يدل على وهاء هذا الرأي أن أم عطية رضي الله عنها وحديثها في البخاري قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، وهذا النهي رأت عائشة والجمهور مسخه بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا والنساء يحتجن إلى تذكر الآخرة ما لم يصاحبن الزيارة بالنياحة ولا بالبدعة ولا بالفتنة والاختلاط. أما هذا التحرير، أما قول أنها من أكبر الكبائر، أنا ما رأيت كبير علماء من الأولين يقولون بهذا أبدا، بهذا الكلام الشديد القاسي أنها من أكبر الكبائر. لذا في هذا الباب لا أوافق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله مع إقرارنا بعلمه وفضله على هذا الرأي أبدا، والله المستعان. السلام عليكم. يا شيخ مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام. انا اللي كنت بكلم حضرتك دلوقتي بخصوص الذهب، انا عايز اوصل بس حضرتك الصوره الواقعيه. يا اخي اصبر علينا، انت تزعم انك كي تشتري سبيكه ذهبيه تذهب وتاخذها بعد مده، الكلام هذا غلط، لان في محلات تبيع السبائك في الحال وانت واقف. مش كله لا، اكثر اكثر تجار ذهب، لكن علمي في السعودية ناس على سبيل المثال تذهب دكان تشتري 100 سبيكة في الحال وانت واقف تاخذها. الا في مصر بالطلب. لا بالطلب لا تشتري من ذهبا بالآجل، يحرم عليك ان تشتري الذهب بالآجل، خلاص لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله لنا في عمرك وعمرك. وإياك. أكثر منك ورضي عنك يا شيخ. وإياك. تفضلي. أسألكم الدعاء تكرما يا شيخ بالهداية والشفاء يا رب. الله يهدينا وإياك ويشفينا وإياك يا أختي. آمين آمين، وارزقنا جميعا الوقوف على جبل عرفة يا رب والجمع المبارك. اللهم آمين يا رب العالمين. سؤالا فقط تكرما شيخنا المبارك. تفضلي يا أختي.
ربنا يزيد فضلك يا رب. هل يجوز لي أن أجمع بين أكثر من نية في صيام هذه الأيام يعني؟ الفرض والنفل لا، لا يجوز أن ترفضي، لا يجوز أن تجمعي فريضة عليك من أيام رمضان مع نافلة هذه الأيام. طيب عمرة التطوع شيخنا المبارك وحج التطوع أفضل أم التسابق في هذه الأيام؟ نعم عيدي، حج التطوع وعمرة أيوة. التطوع أفضل أم التسابق على الفقراء وخاصة في هذه الأيام؟ والله يا أختي ما تضطرد، النبي عليه السلام يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر ليتطوع خيرا بعمرة أو بحج أو بطواف الله يشكر له ذلك. فعلى حسب الحال، إن كان اللي بجوارك معدمين لا بأس عادية، إن كانوا مثلا يأكلون ويشربون الحمد لله المعيشة طيبة ولكن يريد يأكلوا كباب ولحمة ولا مضطرين لا، الحجة أفضل لي. إذا كانوا معدمين ما مرحبا. السلام عليكم. يا ربي أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ حالي طيب والحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. كان عندي سؤالين يا شيخ. سأل يا حبيبي. في حديث إن من أحسن الناس صوتا من القرآن لم سمعته يقرأ حتى ما يخشى الله. حديث ضعيف، إن أحسن الناس بالقرآن صوتا من إذا قرأ حسبتموه يخشى الله. حديث ضعيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا شيخ مصطفى. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا، كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب يا الحبيب، من أي البلاد أنت؟ الله يرضى عنك. وياك. من بعيد، من أيرلندا جنب إنجلترا. بعيد ولا بعيد؟ بعيد. من بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد أو بعيد؟ بعيد. بعيد نعم. من اي بلاد انت؟ كنا من ايرلندا حضرتك. ايرلندا بلد الكفار. بلد الكفار، الله المستعان. تفضل. كنا طلبنا قبل ذلك من الاخ عبد الرحمن رقم تليفون، معلش ولو يكن محمول عشان احنا بنعاني جامد، علشان خاطر بنعاني جدا عشان خاطر نتصل بحضرتك. عبد الرحمن نعم. اسمع لاخيك المتصل من بلاد بعيدة يطلب منك رقم الهاتف، أعطيه رقم الهاتف وابحث عن طريقة سهلة للتواصل معه، فهو شخص فاضل. هو يرى رقمك الآن يا صاحبي. الله يبارك في عمرك. رقم للناس اللي بتتصل من خارج حضرتك عشان خاطر بنعاني جامد ان احنا نوصل. أبشر. الرقم ده بيكون ملفوف على ده، الله يرضى عنك. طيب احنا نفعل التليجرام ان شاء الله بإذن الله خلال الأيام بمشيئة الله فور رجوع من الحج. شغل التليجرام ان شاء الله. لو سمحت. تفضل. ان شاء الله، الله يرضى، الله يرضى عنك. هل لازم اكون انا حجيت الاول قبل ان حج عن امي؟ انا الافضل لكن ليس بالشرط. الأفضل. هناك حديث ان النبي عليه السلام سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال ومن شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. لكن سنده منازع في وقفه ورفعه. عموما يستحب أن تبدأ بنفسك، لكن كنت عاجزا ما معك فلوس واحد قال لك خذ حج عني تختلف المسألة. الله يرضى عنك. سؤال أخير معلش، الله يرضى عنك. عنك رضي الله عنك. أيوة الله يرضى عنك. وياك تفضل. هل أثاب عن لو أنا حج يعني مثلا لو أنا ما حجتش عن نفسي الأول وحجيت عن أمي هل أثاب على ذلك؟ تثاب لك إن الأول حج الفرض يبدأ بنفسك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسك. ولا الحج عن الأم ليست بفرض إنما هي تستحب، لكن وإن قال بعض العلماء بوجوبها لكن حج عليك أنت فرض، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حاضر.
الله يبارك فيك. الله يرضى عنك، الله يرضى عنك. بس شوف يا اخي، انا عندك الحج من هذه الدوله ايرلندا سهل، تاشيرات سهله صح كده ولا انا غلطان؟ السنه دي صعبوه والله يا شيخ، صعبوه جدا. يعني اقل باقه نزلت كانت في حدود 8000 وشويه غير التذكره. ريال؟ لا يورو. يورو 8000 يورو، سلم يا رب. السنه دي بنعملوا نظام الباقات. السنه اللي فاتت كان يعني في حدود 5-6000 اللي هو نظام الشركات، انما السنه دي عملوا نظام الباقات وقدمنا كلنا. والباقه ملزمه يعني ولا ممكن تاخد تاشيره فقط؟ لا ده هو الاول حضرتك بتقدم على الـ على الـ على المنصه اللي هي نسك دي، على الابلكيشن بتاع نسك، بعدين بيبعتوا للمواصفه، وبعدين بعد كده بيبعت لك الباقات، تحجز باقه منهم، بعدين بيديك الفيزا، يعني خطوات كده. الله يسلم، الله ييسر. الله المستعان. الله ييسر، الله يرضى عنك يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هذا مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا فاضل. اتفضل وفقك الله. يشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أسألك يا شيخ، لو أن في صلاة العيد الإمام نسى وكبر في الركعة الثانية، كبر تكبيرة واحدة، تكبيرة الانتقال، ولم يكبر بعدها خمس تكبيرات، هل الصلاة صحيحة؟ التكبيرات يوم العيد في سناء ركعات سنة، ليست واجبة وليست فرضا. إذا لم يفعلها ونساها الإمام، الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. نعم. أسألك عن شيء آخر يا شيخنا. ها؟ حينما يقص الله تبارك وتعالى في القرآن مثلا أي قصة في القرآن، مثلا يعني عن سورة القصص، قالت إحداهما في الآية بتاعت سورة القصص لما ذكرنا رب بتاعت، خلينا من بتاعت بقى كده، آيته إن خير ما استأجرت القوي الأمين. نعم. هل هو قولها لفظا أم أن أنت ليه تعب نفسك يعني؟ أنت ليه تعب نفسك؟ الله حكى قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، خلاص هنقول قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. انت جالس تفكر ليه والشيطان لعبك لعبة؟ ها؟ وارجو ان يكون السؤال صحيح يعني ما فيهوش شيء يعني. سؤال ثاني؟ لا لا لا، ارجو ان هو يكون السؤال بتاعي صحيح يعني. والله ما له لازمة. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى قال وقالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. وسؤالك أنت هل هو قولها ولا أن الله يحكيها عنها؟ ما في داعي للوقوف كده. قال الله، قالت امرأة العزيز، انتهى الأمر. نعم، يعني ليس له داعي. شوف برضه كده، الله يصبر زوجتك عليك يا اخي. نعم، الله يصبر زوجتك عليك. ليس لي زوجة. ليست لك زوجة؟ ماشي. ليس لي. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب الحمد لله. سؤالا يا شيخ. تفضل. هل السلام باليد والمصافحة يجعل الذنوب تتطاير؟ ورد بذلك حديث منازع في صحته، إذا التقى المسلمان فتصافحتا حاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، في سند بعض النزاع شوي. وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك والله يا شيخ انا احبك في الله، معك احمد من لندن بلاد الكفار اليوم. تفضل يا احمد يا من لندن، الله يكرمك. الله يخليك. اياك ان تقر المثليه عمل قوم لوط يا احمد. الله العظيم يا رب. كل البريطانيين يصوروا على من يفعل هذا. ربنا يحفظنا جميعا. اللهم امين يا رب. هل الشعب البريطاني مقر لهذا الكلام ولا الاعلام الفاسد عندهم هو الذي يقر هذا؟ الاعلام الفاسد والله. الاعلام، لكن عموم الناس هناك، هذا ظني والله يا أخي، أظن أن الإعلام الفاسد المسيطر عليه أهل الكفر هو الذي يكبر هذه المسألة، ولا ما في رجل شهم يسمح لرجل أن يعاشره؟ والله يا شيخنا الفاضل، في يعني كرة في برا لندن، أيه؟ يعني لسه في عادات وتقاليد قريبة جدا من يعني من الإسلام، يعني أيه؟ ممكن تلاقي فعلا بنات لسه عذريات، ويعني وفي حياء وفي احترام وفي كذا، يعني الحمد لله. يعني ما زالت هناك فضيله في الاعلام الفاسد والذي يفسد الشعوب. اه والله العظيم صدقت. تفضل تفضل.
الله يخليك. احنا بس يعني عشان احنا في يعني في بلاد الغربه وكذا، ويعني كان في بس اختلاف بيني وبين مراتي على حاجات بسيطه. الله يخليك. يعني احنا بنرتضي حكمك يعني. انا مثلا بس. احنا اوقات بنتجمع عائلات، يعني عائلات كويسه محترمه، بس انا مثلا ما بحبش مراتي تتكلم مع اي حد من الرجال، فهل كده يعتبر انا غلطان؟ لا لا، كلامك صحيح. النبي قال ما تركت بعدي فتنه اضر على الرجال من النساء. تتكلم مع أطرابها وسائر النساء. زوجاتي الحمد لله بتلبس لبس محتشم وكل شيء. الحمد لله. بس أنا طلبت منها إن الحجاب يكون أكبر شوية. هي بتلبس حجاب على رأسها بس يعني صغير، يعني بيحس إنه يعني مستورة الحمد لله. بس أنا طلبت منها تلبس حجاب أكبر شوية، يعني داري الكتف مثلا. أنت رجل تدعو إلى الفضيلة، جزاك الله خيرا وبارك الله لك في زوجتك. هل هذا لا لا، انت رجل بهذه الطريقه موفق، جزاك الله خيرا. يعني جزاك الله خيرا. الله يكرمك. يعني الله يكرمك. السلام عليكم. جزاك الله خيرا. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تفضل. يا شيخ، انا كنت بتخانق مع زوجتي. لا اله الا الله. هي ارادت يعني انها تخرج من البيت يعني. ايوه. فقلت لها ان خرجت من البيت فانت طالق. للتهديد. لكن بالتهديد. ايوه. للتهديد. ايوه. لكن وقع في قلبي مش عارف طلاق ام لا، يعني لا اتذكر. على لون كفارة يمين. فهي كانت هتخرج فانا منعتها حتى لا يقع الطلاق. طيب، لا كفارة يمين ولا حاجة، الحمد لله. زوج كثير الحلف في الطلاق على زوجته، وفي مرة قال لها عبر الهاتف لو فعلت كذا تكوني طالق، وهي لم تسمع لأنها تركت الهاتف، فماذا عليه؟ هل كان ينوي التهديد كفارة يمين؟ وإذا لم تكن سمعت يقينا لا شيء عليها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. نعم يا شيخنا. نعم إن شاء الله يا شيخنا. نعم عظيم. هروح الحج العام ده، بس بقالي حوالي اسبوع كان في وجود دم، والدكتوره قالت بس حاضر لانه غير معاد العاده الشهريه، ولكن هو مستمر لحد الان. هو المفروض الموعد الطبيعي للعاده الشهريه تكون 28 في هذا الشهر، فده حكمها ايه؟ 28 عربي ولا انجليزي؟ لا عربي. يعني دم نزل عليك لغير سبب في غير وقت نزول الحيض. مظبوط. والطبيبة قالت ليس دم حيض. لا، قالت ليس دم حيض، قالت استحاضة. أيوة، ما هو دم نزل في غير موعد الحيض والطبيبة قالت ليس بدم حيض، فاجتمع عندنا أمران، شهادة الطبيبة المختصة، ثاني نزوله في غير وقته. مزبوط. هل لون ولاد دم الحيض ولا لون احمر؟ ليس احمر. ليس ها؟ يعني لون ولون دم الحيض بالضبط. دم كريه الرائحه نفس المواصفات؟ لا، ليس كريه الرائحه ولكنه نفس اللون ونفس الغلظه نفس القوام. مستمر كم يوم معك الان يا اختي؟ منذ يوم 14 ميلادي يعني. ما تخليش في الميلادي في الهجري بقى الان، يعني كم يوم الان يعني؟ ما اعرفش. 14 ميلادي. 14 ميلادي كم يعني هجري؟ 14 اليوم 21 حوالي 7 ايام اقضى من الايام. وعدتك الشهريه كم يوم؟ 8 ايام. ايوه. وانت هتحجي متى؟ ان شاء الله يوم 25. يعني بعد كم يوم من الان يعني؟ بعد أنسافر إن شاء الله يوم الأحد القادم. والله يوم الأحد يكون انتهى الدم، يكون انتهى الحيض الحمد لله. لكن في حالة إذا استمر. إذا استمر ما إذا استمر كده هنبقى 15 يوم. لا، الدم لا ينزل حيض 15 يوم. هنرجع لكلام الطبيبة ونرجع لأنه خلف التاريخ الزمني، ونعتبر دم استحاضة. والطواف عادي يا شيخنا؟ عادي. إذا كان إذا عايزة تحتاطي كل شيء سيعمل الحج تعملية أجل الطواف إلى أن ينقطع، لكن لن يزيد الدم الحيض عن 15 يوم إن شاء الله. الله يسلم.
السلام عليكم. عادي ازيك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. كل اخبارك ايه؟ الحمد لله، اتفضل. في العيد بيعملوا اللي هو الخروف بورق وكده، هل هذا حرام؟ الشيخ انا بيبشر، اتفضل. نعم. العيد ماذا يصنعون؟ يصنعون الاطفال رسمه كرسمه خروف وهكذا، هل هذا حرام؟ أنا أرأي الصغيرة مثل خروف ميزة العروسة كده. أي نعم، بالأوراق. ليه؟ بورق. ورق أبيض يعني تقطع بعدها. ورق أبيض ويعملوا، بس بيعملوا فيه كعيون خروف أو. لا بأطفال لا بأس بها. لا بأس بها. جزاكم الله خيرا، دعوتك في الحج ربنا يجزيك. الله ييسر لنا ولك وللسامعين والسامعات يا رب. الحج هذا العام وكل عام يا رب رجعك لنا بالسلامة يا رب وإياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله، اتفضل. معك إبراهيم بن عزت يا شيخنا. اتفضل يا إبراهيم بن عزت. أنت عارف الأسماء المكسوعة بالتأدي أصلها تركي؟ عزت، رأفت، جودة، حشمة، طلعت. كل المكسوع بالتاء. فوق بعضهم يقول مكسوع بالياء ايضا، رمزي، وجدي، هندي، وهكذا، والله اعلم. تفضل. كان عندي سؤال وطلب يا شيخنا. تفضل يا ابراهيم بن عزت. السؤال: ماذا لم يتفق الكتاب والسنه في لفظه العشر من ذي الحجه؟ يعني في السنه قيل عنها ايام، وفي القران ليال العشر. عادي جدا، احيانا اليوم ياتي شاملا اليوم والليله. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. 3 أيام يعني ايه؟ نهار فقط ولا 3 أيام بلياليها؟ بلياليها. فأحيانا كلمة اليوم تطلق وتشتمل على اليوم والليلة، وأحيانا إذا اقترنت بالليلة عني بها النهار. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأطلق النهار هنا على اليوم على النهار. فالكلمة من كلمات القرآن الكريم تتعدد معانيها ويفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. نعم، القرآن يا شيخنا ممكن حضرتك تسمع قراءات القرآن وتقيمها من 10 وتقول لي. أنت يعني أنت تعني نفسك؟ نعم. هتشتغل في المحازن والمقاري الميتة ولا إيه ولا؟ لا لا. ماشي. 16 سنة يا شيخنا. هم هم اللي زي كده، هم اللي يحبون هذا العمل. اتفضل. وجاءوا أباهم عشاء ولا يبكون. عفوا، وجاءوا أباهم ايه؟ عشاء. لا صلح يا حبيبي، لا يا حبيبي، عشاء يختلف عن عشاء. عشاء؟ ما هي عشاء ولا عشاء؟ عشاء. ايه بكسر الان لو ضمناها ولا فتحها؟ بكسرها. خلاص اكسر. ها. وجاءوا اباهم عشاء. لا 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 لا، صلح، اقرا على قارئ. بارك الله فيكم. بهذا القدر اجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.